ببساطة شديدة خالص هي عبارة عن متلازمة من الآلام التي تصيب الصدر، آلام بتحدث في الصدر نتيجة للخلل أو عدم الاتزان بين إمداد عضلة القلب بالأكسجين أو زيادة احتياج عضلة القلب للأكسجين. يعني إحنا عندنا في عدم اتزان، القلب مش بياخد أكسجين كافي، أو إن القلب حصل فيه مشكلة ومحتاج أكسجين زيادة. يعني ده تعريف الذبحة الصدرية. يعني هو بمعنى في أصح نقص في الأكسجين، يعني لما بيبقى في نقص في الأكسجين، نقص في الإمداد الأكسجين أو زيادة القلب حصل إن هو محتاج أكسجين زيادة، أكسجين زيادة، فيبدأ فهو يحس نقص، يبقى عنده بالألم نقص ومحتاج زيادة. تمام.